روي أن جمالاً حمله من المدينة إلى الكوفة مرتين، حمله الإمام الجواد سلام الله عليه إلى العراق، إلى الكوفة، إلى بغداد. المرة الأولى بعد شهادة أبيه الإمام الرضا سلام الله عليه، وبعدين هم رجع المدينة، وهذه المرة الثانية اللي بقي وكانت شهادته سلام الله عليه. فهني روي أن جمالاً حمله من المدينة إلى الكوفة فكلمه في وصلته. هذا الجمال يكلم الإمام الجواد يقول له لا تقصر معاي، شلون بعضهم يقولون أحياناً أنت معطي مو مقصر ومواعده، وهم يقول دير بالك علي لا تقصر معاي وأنا محتاج ومن هالقبيل، مع أن أنت محاسبة ومخلص وكل شيء. شوف هذا من هالنمط، بس شوف الإمام الجواد شلون يابه. هني يقول فكلمه، يعني هذا المكاري اللي حمل الإمام الجواد الجمال قاعد يكلم الإمام الجواد في وصلته، وقد كان أبو جعفر وصله بأربعمائة دينار ومعطيه الإمام من البداية، من أول ما حمله من المدينة معطيه حسابه متفق وياه كم وكذا، ويمكن معطيه زيادة بعد. أربعمائة دينار تدرون عن ايش كثر؟ يعني أربعمائة قطعة ذهب. هذا الدينار قبل، الدينار قطعة الذهب، والدرهم قطعة الفضة، هذا هو. يقول وكان أبو جعفر قد أعطاه أربعمائة دينار. إنزين، يقول فقال الإمام الجواد عليه السلام سبحان الله، يجاوب هذا الجمال قال له سبحان الله، أما علمت أنه لا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العباد؟ ما شاء الله. شنو يقصد الإمام سلام الله عليه؟ يقول له لو أنت كنت شاكر الله على العطية هذه اللي معطيك إياها كان الله ألهمني أن أعطيك أكثر وأكثر ويك الرزق والخير، بس فيما يبدو أنت ما شكرت الله عز وجل. شوف التعليم، شوف المنطق. ويلومون على أننا نأخذ عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، من أكو مثلهم؟ التوجيهات الدقيقة اللطيفة اللي يقول له لو كنت شاكر الله وأنا معطيك حسابك ومخلص كان الله يلهمني أن أعطيك، لو متكلم أنت أصلا. ولعل الإمام، واعتقد وأكيد أجزم تقريبا، ما مو لعل بعد، أن الإمام هم عطاه وما قصر معه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه الكريم ابن الكريم ابن السادة الكرام.